السلام عليكم ومرحبا بكم عندي في القناة. قدم لكم حلوة ليقاليث. المقادير: نص كيلة نشا، نص كيلة سكر طب، 150 غرام تاع الزبدة، ثلث صفار بيض وبيضة كاملة، لا ليفير وشوية قرصة ملح وشوية فاني، وفرنة باش نلمو العجين. نشاط تدريجيا، ندفو الفرينة بالعقل، زيدو لاليفير، مغرفة تاع لاليفير، لافاني، شوية تاع الملح، رشة من الملح، نلمو بالفرينة، تحصلوا على عجين متماسك.
تحصلوا على هذا القوام تكون طريه، خليوها ترتاح 5 دقائق. هنا 3 كيلات كاوكاو ملحي بكشوره، وكيله ما مملوءاش من السكر، مغرف فاني، وبياض البيض. نطلعوا بياض البيض.
الحبه ديال الحبات تاع الحلوه في المول، نعمروهم قبل الليمون ونوليو نعمروهم بالحشوه. نعمروهم نص مغرفة ولا مغرفة حسب القوالب اللي عندكم. كنو سخنا الكوش على 180، ندخلوهم يطيبو ومن بعد نرجعو لكم. الحلوة ديالنا بعد ما طابت نقسم معاكم حبة، شوفوها بصة ان شاء الله تعجبكم. نتمنى تخليو لي في التعاليق ونتمنى تجربوها، ومع السلامة.